أريد، لوين وصلنا هلأ؟ هي كانت أخبارنا الثقافية لليوم ومحطتنا التالية مع عالم الصحة والغذاء، ورح نحكي فيها عن موضوع بيشغل بال كتير من الفتيات والسيدات، وهي السيلوليت وأسبابه وشو العوامل يلي بتأدي لظهوره. وأكيد رح نتعرف على طرق العلاج مع الأخصائية أخصائية التغذية إيفانا اليوسف، ماجستير بعلم الغذاء. يسعد صباحك إيفانا. صباحك أنيس. كيفك؟ تمام، أنت كيفك؟ الحمد لله. يسعد صباحك إيفانا. مثل ما بنعرف السيلوليت ظاهرة منتشرة بشكل كتير كبير، بيعانوا منها الرجال والنساء، ولكن الأكثر انتشارا عند النساء. ممكن تعرفينا أكثر عن السيلوليت؟ هلا السيلوليت هو حالة بتصيب الجلد، بصير عندنا نحن مثل شكل مغور مكتل، يعني حتى جور. هو سببه طبعا بسبب اندفاع الدهون باتجاه الجلد. هلا بنلاقي، ممكن نلاقي بالأرداف، ممكن بالأوراك، يعني بالبطن، بالإيدين، ممكن بمناطق ثانية. هلا مثل ما قلتي إنه بينصاب النساء وكمان بيصيب الرجال، بس أكثر من 80 ل 90% من النساء بتصاب فيه بكل مراحل حياتها أو مرحلة من مراحل حياتها بتكون انصابت بالسيلوليت. طب دائما يمكن في بعض الشائعات بتقال انه في بعض المأكولات بتسبب ظهوره وبعض المشروبات حتى، شو اسباب ظهوره؟ هلا سبب ظهوره لهلا بشكل عام لهلا علميا ما عرفوا شو سببه، بس قالوا انه هو يعود السبب انه في نحن عندنا اربطه ليفيه من تحت النسيج الضام، تمام؟ فهاي الاربطه هي اللي بتربط بين العضلات والجلد، في منطقه فاضيه، هاي المنطقه فاضيه بتكون فيها الدهون، فلما نحن بناكل سكريات ونشويات زياده والجسم ما بيلحق يحرقها فبدها تزداد، فلما بتزداد الدهون الموجوده لبرا بتصير تندفع باتجاه الجلد، بتروح الاربطه شو بتعمل؟ رده فعل بتشده باتجاه العكسي للعضلات، بصير عندنا هاي التعرجات اللي بتصير. تمام. مشان هيك لهلا مثل ما قلت لك ما في مأكولات معينه، هلا اكثر شيء زياده الوزن. طبعا اكيد السكريات والنشويات بتسبب بتنحف، بترجع بتسمع كثير هذا الموضوع. كمان بياثر. هلا بنعرف ايفانا انه ب 2009 صنفوا السيلوليت لدرجات، ثلاث درجات هن، ممكن نتعرف عليهم؟ هلا اول درجه اللي هي مثلا اذا الشخص واقف ما بيبين، واذا لما بيتسطح كمان ما بيبين، هو لازم يقرص الدرجه الخفيفه، هاي الخفيفه بتصير مثل قشره البرتقاني، هذا بلش يتكون عنده السيلوليت. الدرجه الثانيه اللي هو واقف ببين، لما بتستلقي ما ببين. الدرجه الثالثه واللي هي اكثر شيء المزعجه واللي اكثر شيء فيها سيلوليت، اللي هو بالوقوف ولا بالاستلقاء عنده هي السيلوليت. بيقولوا هي درجه شديده وكثير بتوقت، واحتمال كثير كبير ما يروح السيلوليت من الشخص المصاب بهي الدرجة. ممكن يكون في وقت معين لحتى يقدر الواحد يتخلص من هالمشكلة؟ هلا اذا بده يبلش من اول فتره، لما بلاقي حالهم في بلش زياده وزن رح يعرف انه في عند تشكل دهون، معناتها بده يلحق حاله بالرياضه، بالانظمه الغذائيه، ببعض كمان شغلات ثانيه ممكن يعملها بتروح السيلوليت. فهي ما في مرحله معينه، مثل ما قلت كل سيده بمرحله من مراحل حياتها بده ينصاب بالسيلوليت، بس كل ما زاد العمر كل ما كنا عرضة للإصابة أكثر. كل سيدة بتعاني من السيلوليت بدها علاج، يعني بتقول لك أي علاج أعطيني للسيلوليت؟ في علاج أكيد ولا ما في علاج؟ يعني أنا سمعانة عن علاج الليزر، شو رأيك بعلاج الليزر لعلاج السيلوليت؟ هلا الليزر وفي عنا مبدئين للعلاج تبعه، على السطحي اللي هو على الجلد والداخلي اللي هو داخل الجلد. داخل الجلد اللي هي الشفط والعمليات الجراحية، أثبتت الدراسات العلمية إنه كتير مفيدة، في كتير ناس عم تستفيد أجسام، بس في أجسام تانية عم يصير عنها تشوهات فما عم تستفيد، بس هي أكثر الناس أغلبها عم تستفيد عليه. أما الخارجي اللي هو مثل تجميد الشحوم أو الأجهزة الثانية، كمان الأجسام بيكون عندها كتير سيلوليت ما لح تستفيد. أما الأجسام بيبلش بالمرحلة الأولى والثانية وأول الثالثة بتلاقي في نتائج عم تستفيد منها. يعني عم تنصحيهم للسيدات يروحوا يجربوا الليزر؟ بيقولوا كمان في تقنية التدليك، شو رأيك تمام فيها؟ هلا التدليك هو من أول المراحل، بيقولوا عنه أنه هو تدليك مع الضغط الخفيف. كمان وجدت الدراسات أنه ليش هو عم بيفيد وعم يلاقي نتيجة الأشخاص اللي معهم سيلوليت، عم يروح سيلوليت من عندهم. نحن لما عم نضغط عم نزيد من تروية أو عم نقلل تروية الدم وعم نقلل من المستوى المي الموجود، عم تتوزع الدهون بشكل تمام، وبنفس الوقت عم نروح الدهون القديمة. فلما بنروح الدهون القديمة بسبب هالضغط والمساج اللي عم بيصير عم تتشكل عندنا دهون جديدة، بس مع هالتدليك مع الضغط عم تتوزع بشكل متساوي وعم يروح السيلوليت. إيفانا، في بعض الأغذية اللي ممكن الشخص يتناولها أو بعض المشروبات اللي ممكن تخفف من ظاهرة السيلوليت؟ هلا أكثر شيء هو ممكن يروح لنا السيلوليت المي،
مي. المي على الريق والمي خلال النهار، او مثلا ممكن نعمل عصره ليمون معها، هاي بتسرع بلش استقلاب صح وحرق، لانه من كمان من اسباب اللي ممكن تشكل السيلوليت هي الهرمونات وزياده الوزن. هلا كمان الاستروجين او مثلا هرمون الانسولين اذا عندنا مشكله فيه بتلاقي السيلوليت تشكل وما عاد بقى يقدر يحرق، الاستقلاب ما عاد يستقلب صح الجسم. فنحن مشان نستقلب صح ونبلش نحرق هاي الدهون بنشرب مي، بنلعب رياضه، الخضار كمان، لان الخضار متى ما اكلناها بناخذ فيتامينات وبنفس الوقت بنشبع، ما رح يصير في عندنا تشكل دهون، لان الخضار ما فيها كوليسترول، ما فيها دهون، ما فيها سعرات حراريه. حتى الفواكه بالحصص اللي نحن بحاجه لها خلال النهار اذا بناكلها بكميات قليله، طبعا السكر تبعه ممكن يصير دهون ويصير عندنا زياده وزن، مو دهون سوري. هذا الشيء نحن كمان بنحمي حالنا من التشكل السيلوليت وبنفس الوقت بنحرق بسرعه. هلا في بعض انواع الديتوكس اللي ممكن تساهم بهذا الموضوع؟ هلا اختلفت، هلا الدراسات الجديده اللي عم طالعه عم يقولوا لك الديتوكس هو عباره عن مي. يعني ما في بقى شيء اسمه حميه الديتوكس وما له فايده. هي في دراسات ثانيه بعدها ماسكه هالمدرسه عم تقول لك لا الديتوكس مفيد. وممكن نحن اذا حطيناه كل قطعه من الفواكه او الخضار مع المي. هو اولا هلا بتختلف من جسم لجسم، لانه مثلا في مثلا صبيه استفادت، صبيه ثانيه ما استفادت، ممكن تحطي بسرعه وحده لا تمام. عشان دراسات تلاقيها في تفاوت بالدراسات، بس هو اول واخر السبب المي. بما انه هو المي الموجود هو الاساس على طرد الشحوم وطرد السموم بالجسم. هلا ايفان اذا حننتقل للوصفات الطبيه اللي بيقولوا عنها مثلا زيت اللوز مع الشوفان ومع ممارسه التدليك للتخلص من السوليليت، شو رايك فيها؟ هلا هو الاساس هو التدليك. تمام. يعني هون عم فوت اوريدي عم يعمل زيت اللوز. هلا بكل شيء اذا قريتي بكل شيء زيت اللوز مع زيت الزيتون، زيت اللوز مع الشوفان، شو رايك بهالكلام؟ منيحه بمرون، بيعطوا ليوني ومروني للجلد، وهذا الشيء بيساعد انه الجسم بيقدر يدلك اكثر وممكن تتخلص من الشحوم. اما هو يفوت على الشحوم وانه هو يعمل يطيق او يروح الشحوم او يدوبها، لا، بس هو بيعطي ليوني ومروني للجسم. هذا السبب. يعني دائما ايفانا عبر الفيسبوك بتم الترويج لخلطات معينه لوصفات معينه بتساهم بازاله السيلوليت من الجسم، قديش ممكن الوصفات تكون يعني فيها نوع من الفائده وقديش ممكن تكون بعيده كل البعد؟ هلا مثلا بيقولوا لك الكريمات، هلا الكريمات هي عباره عن بانتينول بيكون موجود فيها مثلا او حتى الكافيين. هاي الكريمات هي على الطبقه الخارجيه عم تيجي. هلا بيقولوا لك انه اذا حطينا الكريمات بتسرع من اذابه الدهون، بتسرع من جريان الدم بين السيلوليت، بتزيد لك من مرونة الجلد وبتنزل لك من احتباس السوائل بيعملوا السيلوليت. طبعا دراسات كلها ما وجدت هذا الشيء، هذا الشيء ما غلط، ما في شيء كريم بيروح سيلوليت، لانه انت بتشتغلي على الطبقه الخارجيه. انا ما عندي مشكله بالطبقه الخارجيه، هو السبب المشكله مثل ما قلت باول حلقه داخليه، شد العضل اللي صار، شد الالياف اللي شدت وتكونت الدهون. فبالنسبه للكريمات هي كانسر. طيب شو بتنصحي السبية إذا ما بيمشي حالها بالليزر ولا بالكريمات ولا بالتدليك؟ إذا هي كانت بالمرحلة أو بالدرجة الشديدة من السوليليت بشو بتنصحيها؟ لشو تلجأ؟ هلا أول شيء عندها رياضة، شرب المي، أكيد زيادة الوزن بيكون من الأسباب الأساسية لتشكل السيلوليت. هلا عندك الليزر بيمشي حاله، سواء إذا كان كميات كبيرة يعملوا شفط أو الأجهزة الثانية. في الجهاز اللي هو الراديو فريكونسي، راديو فريكونسي بتروح على الدهون كمان بتدوب الدهون وبنفس الوقت بتسرع جريان الدم بالجلد اللي هو بيتخلص من الدهون. كمان لقيت الدراسات إنه عم على المراحل مع جلسات عم يستفيدوا. بس بدهم مدة طويلة ما؟ تمام. ما في شيء إنه أنا اليوم عملت الجلسة حيطلع. أول شيء بدك تخفي تغيري اسلوب حياتك بالاكل، حميه غذائيه، رياضه. تمام. بدنا رياضه، هن ثلاثه مرتبطين مع بعض، غير هيك انت ما حتستفيدي، انت بجوز عم تروحي القديم وتجيبي سيلوليت جديد. فهذا في ممكن كمان في الابر، تنعطى ابر ميزوثيرابي عم بتصير، هي مواد طبيعيه عم تنحقن عم تدوب الشحوم او السيلوليت. في عندك السي او 2، اوكي، غاز الكربون، كمان عم ينحقن محل السيلوليت، كمان عم يتعالج. وفي الكولاجين كمان عم يحقنه محل السيلوليت. ايفانا زميلتنا هزار عبود اجرت بعد الاستطلاع من الشارع السوري. خلينا نتابع الاسئله اللي توجهت لك ونرجع نكمل حديثنا. أنا وسائل التخفيف تنزيل من الوزن، إنه شو هي غير الرجيمات والرياضة؟ أنا بحب أوجه له هذا السؤال. الشحوم الثلاثية كيف طريقة إزالتها مثلا؟ شحوم البطن مثلا كيف ممكن ننحف منها؟ بدي أعمل ريجيم، إذا بوقف عن أكل الخبز شو الأضرار اللي بتتسبب عنا؟ موضوع تثبيت الوزن
انه انا اذا بدي وزني يتم ثابت انه غير قابل للصحه، وشو الشغلات لازم اكلها حتى نحافظ على وزني. كيف بدها الوحده تحافظ على صحتها؟ يعني ما تصحي كثير، شو الشيء اللي بيساعدنا على حرق الدهون والشحوم يعني بشكل طبيعي؟ كان نظام غذائي يكون متوازن، يعني يعطي الجسم كل شيء بيحتاجه، ما نضطر انه نلجا لانظمه انه الواحد ممكن نضر له جسمه. مثل ما تابعنا إيفانا كثير من استطلاعات الرأي من السيدات موجهة لك. هلأ نحن مثل ما تابعنا كثير الأسئلة على نقص، أنه كيف بدهم يتبعوا حمية غذائية، كيف بدهم يحافظوا على وزنهم، كيف بدهم ينقصوا وزنهم بسرعة كبيرة. ممكن نجاوب هلأ على أول سؤال، كيف ممكن الوحدة تحافظ على وزنها؟ هلأ بدنا نحافظ على وزننا، معناتها نحن بدنا ناخد 5 وجبات مثل دائما بقول، 3 وجبات أساسيات وكثير مهمة الفطور، وجبتين خفيفات. دائما نفضل انه يكون الخبز فقط صباحي، ويفضل انه يكون اسمر، مو لانه مشان السعرات الحراريه، مشان الكميه تقل لانه هو بيشبع. والفطور هو الفطور، بيقولوا الفطار فطور ملك، تمام؟ يعني تحطي اللي بدك اياه الحواضر، تغدى غدا امير وتعشى عشاء فقير، تمام؟ فنحن الغدا بيكون هي الوجبه اللي نحن ناكلها، نبلش مي وسلطات والطبخه اللي مطبوخه. الرجال بده ياكلوا 12 معلقه طعام، والنساء 10 معالق، هذا اللي بده يحافظ على وزنه او ينزل وزنه. هلا العشاء يكون عشاء كمان حواضر بدون خبز. دائما وجبات الخفيفه تكون قطع فواكه او خضار او كاسه شاي وشوكولا او بسكوت او هدول، او مثلا مكسرات غير مملحه. هلا بهالشكل عام، ويكون عندهم 3 ايام بالاسبوع رياضه بشكل دائم، هيك بيحافظوا على وزنهم وما بيزيد وزنهم. مع شرب المي اللي كثير مهم، نحن دائما نشرب مي مشان كل شيء بجسمنا. هلا في صبيه سالت اول واحد سؤال، اللي هي انا شلون بدي نحب بدون لا نظام غذائي ولا رياضه ولا شيء؟ ما فيكي للاسف انك تنحب فيه بدون تعب، كل شيء بده تعب، خصوصاً إذا ما نحافظ على وزننا. وإذا بدنا ننحف بدك تنظمي أكلك، بدك تغيري أسلوب حياتك، وبدك تلعبي رياضة. في بالنسبة للدهون والشحوم، نحن بدنا نصير نخفف أول شيء إذا في سمنة أو زبدة نوقفهم، نستخدم زيت الزيتون أو الزيت العادي بكميات القليلة. طبعاً دائماً نحن الشغلات فيها كتير قليل، نخفف القليل، نعملها بالفرن نشويها مثلاً. ممكن الناس بتحب الفتوش، بدل ما نقلي خبز الفتوش نعمله بالمايكروويف، نحمصه أو نحمصه بالفرن، مو نسوده على النار لأنه كمان سيء. فبهالشغلات البسيطة الشخص بيغير أسلوب حياته، وعلى الأغلب جاوبنا على سؤالك. يعني إيفانا دائماً معلومات مهمة بتطرحيها ضمن صباح، بنتمنى كل المشاهدين يكونوا استفادوا منها. شكرا كثير لك، يعطيكم الف عافيه. الله يعطيكي الف عافيه يا ايفانا، دائما معلوماتك كثير حلوه والوقت معك بيمرق بسرعه. مثل ما بقول لك، بدنا نصيحه لكل سيده، لا تخافوا من شيء اسمه نظام غذائي، كثير اشربوا مي مشان روح المشاهدات، انه لكل شيء له حل. تمام، ما في شيء ما له حل، يعني وصلنا 2019 ما عاد في شيء له حل. يعني نحن بس بدنا نعرف شو بدنا نعمل، بدنا نعرف كيف ناكل، بدنا نعرف شو نشرب، شلون الطريقه. كتروا مي، افطروا كثير مهم الفطور، خلي الرياضه تكون روتين حياه مو عقوبه عند الشخص. يعني من الصغر لازم نعلم اولادنا هذا الشيء، لما يكبروا يكون عندهم اسلوب حياه كامل. نبتعد عن الاكلات الدسمه، نبتعد عن، او مثلا نحن نغير بدل ما ناكل الاكلات الدسمه كثير، نغير بطريقه العمل تبعها لحتى نقدر ناخذ نفس الطعمه وبنفس الاكلات. ومثل ما قلت، ما في شيء ما بينحل. يعني كل اليوم وجهنا يمكن كلمة أخيرة لكل الصبايا، لكن كل الرجال اليوم يلي عم يحاولوا يحافظوا كمان على جسمهم، يكون بدون كرش، بدون كتير صعبة من غير كرش، صعب تلاقيهم كل الرجال لأنه بيكونوا عند الكرش. شو بتقولي لهم؟ كمان ما في داعي أنه الواحد يخاف أنه بطنه ما بده يروح وخلص بيطنش أنه في نظام غذائي فهو صعب. كمان يحللوا فيتامين د، لأنه فيتامين د مثل ما بيأثر على النساء بيأثر على الرجال نقصه. ببلشوا بنظام غذائي، ببلشوا بالرياضة، غيروا حياتهم مثل النساء، يعني نفس الشيء. وكثير مهم انهم يلعبوا رياضة.
يلعبوا رياضة، بس بتحبي إنه لازم نشجعهم إنه يلتزموا بالرياضة الرجال لأنه ما هاممهم كتير الموضوع. هلا مثل ما قلت لك نحن بسبب أهالينا وثقافاتنا الغلط للأسف ما وعينا أو كبرنا بالنسبة لنا نحن مثل برا من الرياضة شيء أساسي عنا، لأنه منحس الرياضة هي فترة معينة أنا بدي أنحف هالوقت، والحمية الغذائية هي بوقت معين. نحن هذا هو كل الغلط تبعنا. حتى لو تروحي لعند الدكتور ما تروح إلا إذا أنت مريضة، حتى ما بتعملي تحاليل إلا إذا أنت مرضتي، وكل ست شهور واحد لازم يعمل تحاليل. هذا الغلط، بنوصل لآخر مرحلة لحتى نحن نظبط حالنا. هذا غلط، لازم دائما نلاحق حالنا. نحن عم بيخبرونا بالكنترول انه معنا كمان شوية وقت رح نستفيد من المعلومات اللي عم تعطينا اياها ايفانا. يعني اليوم دايما كل صبية اول طلعتها بتحب كتير تهتم بجسمها، باي عمر بتنصحي انه يمكن طلاب الجامعة او طلاب المدرسة اليوم عم يهتموا كمان بهذا الموضوع، باي عمر بتنصحي انه يبلشوا يتبعوا مثلا نظام غذائي، يبلشوا يتبعوا تمارين رياضة معينة تناسب عمرهم والمرحلة العمرية اللي هن فيها بفترة النمو؟ بتصدق انه لازم من 8 سنين نحن نبلش اولادنا بالرياضه والنظام الغذائي الصحي، مو دايت، يعرفوا شو ياكلوا. لانه عم يجينا اطفال كثير حالات سمنه بدانه سمنه كبيره بسبب النظام الغذائي الخاطئ عند الاهل. طيب الاطفال ما عم نقدر نضبطهم يعني بسبب الاهل، يعني الام بدها تتخلص من ابنها او ام موظفه ما انا فاضيه تعمل له اكل، خذ اشتري، خذ اعمل، هذا غلط. هو الولد ما بيقدر يضبط حاله. ايفانا مثلا هو بيحب مثلا الوجبات السريعه، بيحب مثلا الشيبسات وهالقصص والشوكولا وهيك، وبيضل متابع خلص، يعني ما بنقدر نضبطه للطفل. هو مثل ما قلت لك مثلا من صغر الام لازم تكون عليه رقوب، اول شيء رقيب عليه. هلا اوكي ولا بده ياكل مو يعني تحرميه، بس مليون بالبيت او مره بالشهر او مثلا فرجيه شو فايده بدائل يمكن. تمام، كمان بدائل الهمبرجر بدل ما ناكله من برا فيك تعمليها بالبيت، بتكون انظف واحسن لك. بيتزا هدول، حتى الحلو، حتى الجاتويات والكيكات والقصص بنعمل بالبيت. اذا الطفل مثلا في عندك اطفال بيعذبوا بالاكل بالنسبه للحمه والحليب والقصص، هلا اول شيء بالنسبه للحمه ممكن انت تخبي له اللحمه بالاكلات، تساعديه بعمل الاكل تبعك، فبصير بينبسط مثلا بالاكل الفاست فود. لما بده يشتغل همبرجر والبيتزا معك بيقول لك لا بعملها مع الماما احسن ما اجيبها جاهزه، بيتسلى الطفل بهالقصص. انت فيكي تعملي له مثلا كنترول، مثل ما قلت بتورجيه قديش هي فايده، هي بتفرجيه الولد بيقلد اهله. لما بتصير تاكلي اكل صحي بصير بده ياكل مثله. طيب هلا سؤال ايفانا، الليزر اذا بدنا نروح فيه السوليليت، باي عمر ممكن الصبيه تبلش وتعمل ليزر؟ هلا يفضل من هلا بما انه عمرها 18 سنه بتكون بعدها صغيره، فيها انا بفضل تعمل رياضات والاجهزه الحراريه كتدليك والمساجات. الليزر نحن امتى بنلجأ له؟ بالمرحله الثالثه من السوليليت، اذا فعلا هي كثير في عندها بدانه وتاركه حالها وما عم تهتم بحالها. طيب الخطوط البيضاء اللي بتضلها طالعه هي لها علاج؟ تشققات. هلا هاي علاجها في شيء اسمه ديرمابين او مايكرو نيدل، عباره عن ميزو، ابر خاصه بتكون تنحقن مثل الالم على جلسات، وبتنتهي في شيء جهاز اسمه فراكشنال سي او 2 كمان تقشير هو ليزري، فعلى هالاساس هو بيتعالج. نحن نبلش جلسات فيه وعلى 4 جلسات بجوز الميزو مع جلسات الفراكشنال سي او 2 هيك بتتعالج هي. يعني اليوم كمان بنهاية حوارنا بتحبي توجهي نصائح لكل الصبايا ولكل السيدات ولكل الرجال أيضا؟ كمان ما ننسى الرجال، حرام. مثل ما أكدت كتير مهم المي، افطروا، تغدوا، تعشوا بكميات قليلة، وجبات خفيفة، كل 3 ساعات لازم ناكل. ما تخافوا إذا تشكل سلوليد أو في زيادة وزن، صار في مراكز، صار في أجهزة، صار في أخصائيين تغذية بيساعدوكم، لا تعملوا شيء لحالكم وما تستسلموا. الأخص أخصائية التغذية مثلك إيفانا بيعطي التفاؤل والأمل إنه ما في شيء مستحيل أبدا. لا أبدا ما عندي شيء مستحيل أبدا، وهذا شيء كتير حلو. نتشكرك كتير لوجودك معنا عن جد، شكرا لك لوجودك ولمعلوماتك الحلوة كتير. أهلا وسهلا، شكرا لك إيفانا.